تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. بالامس كان يوم الضحك العالمي في قناه نادي الزمالك، وكان في مؤتمر لنادي الزمالك ومسانده نادي الزمالك ومسانده مرتضى وعياله. بالمناسبه مرتضى منصور تم منعه من حضور هذا المؤتمر، يعني لما يبقى في فرح وصاحبه غايب او مولد وصاحبه غايب. بالظبط ده اللي حصل امبارح في المؤتمر، بس احنا مش هنتكلم على المؤتمر، احنا هنتكلم على المداخله الهاتفيه اللي حصلت من ميدو خرابه، وهدد فيها النادي الاهلي وهدد كهربا وهدد اتحاد الكوره ان هو هيقدم مستندات قويه للمحامي الايطالي. مش كده وبس، لا ده كمان المحاميه الخاصه بتاعه ميدو هيكلفها انها تتضامن مع المحامي الايطالي ضد النادي الاهلي وضد اتحاد الكوره وضد كهربا. ليه يا كابتن ميدو؟ علشان النادي الاهلي لجأ للقضاء المدني او القضاء الاداري، ده بعكس نصوص ولوائح الفيفا، على الرغم ان مرتضى منصور لسه من اسبوعين لاجئ للقضاء الاداري في قضيه قيد الثلاث لعيبه بتوعه، ولكن ميدو تغافل هذه النقطه او ما اتكلمش على هذه النقطه، وميدو ناسى وتناسى ان اصلا القضيه بتاعته دي خسرانه خسرانه خسرانه، لان النادي الاهلي ولا اتحاد الكوره ولا اي شيء ممكن يتوقف الكوره او النشاط الرياضي في مصر عشان النادي الاهلي لجأ في امور اداريه وليست فنيه. انت تعرف يا ميدو امتى النشاط الرياضي يتوقف؟ لما يبقى في تدخل حكومي. ازاي بقى يا عم ميدو؟ اقول لك انا. انت تعرف يا ميدو ان قبل كده النشاط الرياضي اتجمد في الكويت علشان، والنشاط الرياضي مش داخل مصر، يعني العب دوري زي ما انت عايز، العب 10 دوري 20 دوري، لكن تطلع بره الكويت لا، مش هتلعب في بطوله اسيا، مش هتشارك على مستوى المنتخبات او الانديه في اي بطوله تنظمها اسيا او الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني يا ميدو حتى لو انت لغيت النشاط هيبقى النشاط مش الرياضي في مصر، يعني هيبقى خارج مصر، ده طبعا مستحيل يحصل. بس اقول لك ايه التدخل الحكومي يا ميدو، على الرغم انه حصل كتير في مصر، اجبار اتحاد الكوره ان هو مثلا يتحل او يحلوه، واتحاد الكوره يروح يشكي يقول ده تم تدخل حكومي في عملنا او في القرارات بتاعتنا، او مثلا قاضي يحكم مثلا بامور فنيه داخل الملعب، يعني مثلا هدف اتلغى واحد يروح يرفع قضيه، واحد مثلا حصل حاجه في الملعب حاجه فنيه يروح يعمل مثلا شكوى او يعمل مذكره او يعمل قضيه وتتلغي المباراه وتغير نتيجه المباراه، ده لا يجوز طبقا للقوانين واللوائح بتاعت اتحاد الدولي للكوره، اتحاد الفيفا. تمام يا عم ميدو؟ يعني اللي انت هتقوله ده اسمه هجس وضحك على الناس. انتوا خايفين ومرعوبين كنتوا من ملاقات النادي الاهلي، وعندكم لجان تفتيش في نادي الزمالك، فكل ده تتويه على اللي حصلان في نادي الزمالك والمصايب والكوارث اللي كانت بتنتصر الزمالك. ومرتضى ما صدق ليه موضوع كهربا عصفورين بحجر، اول حاجه موضوع يهري فيه، موضوع تاني يخلي الناس تتلم حواليه فيه بعد ما كانت الناس مش طايقاه، ويقول لك ده قرار تاريخي. ايه التاريخي في الانسحاب؟ ايه التاريخي في ان انت النادي الاهلي لما كان زعلان وقرفان ومتضايق من موضوع الوداد المغربي، ولما النادي الاهلي اجبر ان هو يلعب في ارض المغرب على الرغم من الخطاب اللي استخبى وعن المعامله، كان النادي الاهلي قادر ينسحب من ارض الملعب، بس النادي الاهلي ما رضيش ولعب عشان عارف لو انسحب ده قرار ان هو ممكن ينسحب علشان يعني يثبت حقه، ولكن انت اللي هتتضرر. والنادي الاهلي لعب في دوري ابطال افريقيا، على الرغم ان احنا كنا يعني بنعاني من ظلم شديد، ان انت بتلعب في ارض مش ارضك، المفروض ما فيش حياديه، لازم يبقى في ارض يعني محايده لارضي انا ولا ارض الخصم، ومع ذلك النادي الاهلي ارتضى ولعب وخلص والامر انتهى. لكن يا ميدو انت عشان ابنك مرتضى منصور ضمه لناشئين نادي الزمالك تطلع تعمل اللي انت بتعمله ده، وبتشكر في امير بعد ما كنت بتقول عليه برياله، وبعد كنت ما بتقول انا عارف على امير واخوه كوارث بس مش هتكلم دلوقتي، بقيتوا دلوقتي حلوين وسمنه على العسل، اجيب لك الفيديوهات بتاعتك وانت بتقول ده مرتضى ده عمل وعمل وعمل، والشيخ اللي كان بيقعد معانا والسحر والشعوذه، اجيب لك لما انت كنت بتقول عليه على مرتضى وابنه عبط
لما قلت عليه ده عبيط وده عبيط، اجيب لك لما مرتضى قال لك قال عليك ان انت خرابه وميدو خرابه وبتتاخد في خرابات اوروبا، اجيب لك الكلام ده اجيبه لك ولا انت عارفه والمشاهدين عارفينه؟ ما علينا، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مكالمه الضحك اللي قالها ميدو ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ميدو خرابه قال ايه ونرجع نكمل كلام. يلا بينا. كده وحييته قبل كده مع الكابتن جمال في حلقه سابقه، ودائما لما بيذكر اسمه بقول ان هو من نجوم نادي الزمالك ومن المحبين والمنتمين لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك او العالمي احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ونجم المحترفين والمدير الفني. يوم الاثنين اللي كان المفروض الزمالك يسافر فيه من بدايه افضل المهاجمين اللي ما كانش افضلهم في تاريخ كره القدم المصريه. شكرا جميل، شكرا جدا استاذ محمد رجب والاستاذ ماجد الراح معانا طبعا الجاوي. ميدو مش حاجه جديد عليك، يعني بمعرفتك ميدو سواء كنت عضو مجلس اداره نادي الزمالك او عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، بلا اجندات بلا توقعات زي ما بيقولوا. لا يعني طبعا انت عارف انت اشتغلت شغلانه دي من 8 سنين وعارف ان الشغلانه دي الطريق الوحيد ان انت توصل لقلوب الناس وتخليها ان انت تكون واضح معاهم، رغم ان انت بتكون في وقت من الاوقات في منافسه مع 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 بعض الزملاء اللي ممكن يكون ما بيكونوش بنفس قدر الصراحه. لكن انا اتعهدت على نفسي ان انا لما اشتغل الشغلانه دي لازم اكون صريح مع المشاهدين اللي بيتابعوني والمتابعين والمتابعين بتوع برامجي، والحمد لله يعني الاسلوب ده والطريقه دي والمدرسه دي هي اللي الحمد لله عملت او قامت جسر من الثقه ما بيني وما بين المشاهدين. ويمكن برضه تاكيدا وعجبني فيك بالاضافه للصراحه ان انت بتروح لمصدر المعلومه لمصدر الحقيقه وبتتصل وتعرف مصدر الحقيقه فين، ويمكن انت انفردت بده عشان على علم بان لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والاداري زي ما شفنا رساله المستشار مرتضى للكابتن عبد الواحد السيد بعدم الذهاب الى مطار القاهره الدولي، يمكن انت صاحب الانفراد في ده من الاعلاميين وده عن مصدر حقيقه وليس اجتهادا منك. يعني طبعا في الوقت اللي كان مسؤولي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بياكدوا ان الزمالك هيعتذر عن مباراه السوبر، البعض حاول ان هو يشكك في المعلومات دي، لكن انا كنت عارف ان المستشار مرتضى منصور عارف كويس جدا ان الموضوع مش موضوع مباراه ولا الموضوع موضوع بطوله، ده 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 صراع مقام وصراع وجود كبرياء وصراع كرامه. ان نادي الزمالك تعرض لظلم كبير جدا في الفتره الاخيره، ونادي الزمالك بيتعرض لظلم بقى له سنوات طويله، ولكن احنا كلنا قلنا واكدنا الفتره الاخيره دي والقرارات الاخيره خاصه فيما يخص المشكله الاخيره كان في يعني مش عايز اقول كلمه قاسيه، ولكن كان في فقر، كان في عدم احترام لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي كلهم حسوا ان لا يمكن ابدا ان مسؤولين الزمالك هيسكتوا على اللي بيحصل. وبالتالي انا ما كانش عندي شك ان المستشار مرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك هيكونوا حريصين ان هم ما يفرطوش في حقوق نادي الزمالك خاصه فيما يخص معركه باكد مره ثانيه ان هي معركه بقاء. الفرق بين نادي الزمالك وبين اي حد ثاني ان نادي الزمالك عمره ما طلب حق مش حقه. نادي الزمالك بيطلب حقه بس وبيطلب العداله وبيطلب ان توفير العداله. ليه نادي الزمالك بيعمل كده؟ لان نادي الزمالك عارف ان لو توفرت العداله ان هو هيعرف يكسب اي حد وهيعرف ان هو يفوز ببطولات وينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. ونادي الزمالك عمره ما احتاج مساعده من اي حد، عشان كده ما بيطلبش الا ابسط حقوق العداله، ان انت توفر العداله ما بين كل عناصر اللعبه. كابتن احمد حسام ميدو النهارده يمكن كمان بشكرك بالنيابه عن الزملكاويه، قبل ما بشكرك بالنيابه عن مجلس اداره نادي الزمالك بوجودك النهارده، وكنت اول الحاضرين ليوم الوفاء النهارده والحب والانتماء لنادي الزمالك اللي كان موجود في صاله الكابتن محمد حسن حلمي الساعه 6، كنت من اول واوائل الحاضرين، ودي حاجه مش جديده على احمد حسام ميدو، شفت ده في اوزوريو، شفت ده في اللجنه الفنيه، شفت ده في مواقف كثيره. كان الكابتن احمد حسام ميدو كان اول الحاضرين، وده دلاله على حبك وانتمائك رغم وصولك لدرجات عاليه في جميع المراتب سواء الفنيه او الاعلاميه او الاحترافيه، لكن دائما وابدا وقت ما الزمالك يعني تشعر ان هو بحاجه الى احمد حسام ميدو بتكون على راس المولودين في اي تجمع. يعني انا استاذ خالد احنا انت عارف ان الواحد مهما كبر عمره ما بيكبر على اهله وعمره ما بيكبر على بيته. انا الزمالك بيتي، انا راجل حبيت كوره الزمالك من وانا عندي 8 سنين.
وابويا لاعب في نادي الزمالك وعيلتي كلها زملكاويه. مهما وصلت لاي حاجه في حياتك عمرك ما بتقبل على بيتك. انا شفت ان التوقيت ده مش دلوقتي بس، من اول لما المستشار مرتضى منصور تعرض يعني للمشكله اللي تعرض ليها، رايت ان انا لازم اكون موجود ولازم اكون واقف جنب النادي. وانا بصراحه بعيدا عن ميدو، انا سعيد جدا ان كل اولاد نادي الزمالك واقفين ورا النادي، وكل جمهور الزمالك متكاتف، وكل جمهور الزمالك واقف ورا قرارات مجلس اداره النادي. وعلى فكره يمكن الموقف اللي احنا كلنا عايشينه دلوقتي ده موقف نادي الزمالك يمكن ما عاشوش بقاله سنوات طويله. كل الناس اللي بتشجع الزمالك واقفه ورا الزمالك، مفيش بني ادم، حتى الناس المعارضه للمستشار مرتضى منصور، حتى الناس المعارضه للنظام اللي بيدير نادي الزمالك دلوقتي، كلهم حطوا الخلافات على جنب واقفين ورا نادي الزمالك. وانا باكد لك ان المشهد اللي بيعيشه نادي الزمالك دلوقتي مسبب صدمه للبعض، مسبب صدمه للبعض لان هم ما كانوش متوقعين. ومره ثانيه باكد ان ناس كتير كانت بتشكك ان لا الزمالك كان نفسه يلعب، الزمالك كان نفسه يشارك، الزمالك كان متاكد وواثق ان هو لو شارك ان هو باذن الله هيكسب الماتش وهيرجع بالكاس. ولكن في شروط واضحه وصريحه للمشاركه في اي بطوله، ان انت توفر العداله، ان يبقى في قانون بيطبق على الجميع. وللاسف يعني لجنه التظلمات بدايه يعني اللي اصدرته بشان مشكله ايقاف كهرباء ضربت بكل القوانين وكل يعني ضربت بكل قوانين عرض الحائط. وده كان لازم قدامه ان احنا كلنا ناخد موقف مع بعض. ومره ثانيه انا سعيد جدا ان المستشار مرتضى منصور رغم ان كل الظروف اللي بيمر بيها وكل ورغم كل الصراعات اللي بيتعرض ليها ان هو واقف على رجله ان هو بيحارب عشان خاطر مستقبل ناس الزمالك. وانا بقول ان احنا كلنا في ظهره، احنا كلنا في ظهر مجلس الاداره وكلنا في ظهر نادي الزمالك. وبقول ان الاعتذار اول خطوه في اخذ حقوق نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. ومش عايز اقول كلام يسبق كلام مجلس الاداره، لكن باذن الله ان مجلس ان نادي الزمالك مش عايز اقول كلمه تصعيد لان كلمه تصعيد دايما انا بقول ان هي كلمه عندها يعني ناس بتاخدها في حته ثانيه، مش مفيش تصعيد ولا حاجه. لو انت بتاخد حقك انت بتاخد حقك خطوات. الخطوه الاولى كانت الاعتذار عن مباراه السوبر، الخطوه الثانيه ان باذن الله وانا بطمن جمهور نادي الزمالك ان الزمالك مش هيتنازل عن حقه، الزمالك هيصعد والزمالك هيدافع عن كل حقوقه كل حقوق. طبعا هنوصل لاي حته في الدنيا ان شاء الله، هنوصل للمريخ واحنا ما عندناش حاجه نتكسف منها وما عندناش حاجه نستخبى وراها، طالما ان احنا بنتكلم في الحق، طالما ان احنا بندور على مش عايز حاجه زياده، انت بتدور على حقك. طبعا بنتكلم يا ده ده حق النادي. احنا النهارده شفنا كلنا، ومش عايز اعيد كلامي مره ثانيه، ان احنا شفنا ان المسؤولين بيضربوا كل القوانين عرض الحائط، وكان نادي الزمالك ده انا اسف مركز شباب. نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير، ولولا وجود نادي الزمالك في الكره المصريه عمرها ما كانت توصل للمكانه اللي هي وصلت لها. النهارده ما ينفعش حد يعيب عليك ابدا في اخذ الحق. احنا النهارده بناخد حقنا، وزي ما بيقولوا اخذ الحق حرص، وعشان تاخد حقك لازم تاخد حقك بخطوات. وباكد لجمهور الزمالك الاهلاء ان احنا مش هنصعد القضيه وان احنا نستخدم كل حقوقنا عشان ناخد حقنا. الزمالك هياخد حقه، طول ما ليه حق هياخد حقه ومش هيتنازل عن حقه. ويمكن انا قلت ده، وان مجلس اداره نادي الزمالك مكمل للنهايه للحفاظ على حقوقه كامله بلا شك. وعايز انا اكد لحضرتك، وده يعني انفراد انا بقول لحضرتك دلوقتي، ان بالفعل نادي الزمالك تواصل مع سلفاتوري المحامي الايطالي اللي هو اوريدي كسب قضيه كهربا واللي اوريدي كسب قضيه برجاني ساجي بخصوص القضيه القائمه دلوقتي بخصوص موضوع ايقاف كهربا. وبالفعل الراجل يعني اوريدي عارف كل الاوراق، لكن الزمالك بشرط ارسال الاوراق ليه للاسبوع القادم ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان انا بقول وبعلم دلوقتي ان المحاميه بتاعتي ليس الم، المحاميه باللو فيرم اللي هو ماتش كتري، اكبر لو فيرم في المملكه المتحده واكبر محاميه رياضيه في انجلترا، ان انا هخليها وان انا هوكلها ان هي تتضامن مع سلفاتوري المحامي الايطالي في القضيه، واتعبها هتكون هديه مني لمجلس اداره نادي الزمالك والنادي الزمالك. وده اللي احنا دي الخطوات اللي احنا ان شاء الله هناخدها من اول الاسبوع اللي جاي باذن الله. دايما بتكون يعني خطوات على قدر المسؤوليه، وده انا قدمته وعن حق وعن استحقاق.
ان تشعر ان احمد حسام ميدو ميدو راجل مواقف بالظبط. ميدو يظهر بيراده للمواقف الصريح الصريح والزملكاوي الحقيقي مش مدعي. صح ده بامانه احنا عارفينه بامانه يعني بامانه. انا بشكرك يا ميدو ولسه قبل ما انت حتى كنت تقول ده انا كنت بشكرك بالنيابه عن جماهير نادي الزمالك وبشكرك بالنيابه عن مسؤولي نادي الزمالك. لكن اخيرا وقبل ما تغادرنا بعد هذا الانفراد الرائع اللي اعيده وازيده يمكن والحمد لله يمكن صفقه في قناه الزمالك وفي برنامج الزمالك عايز تقول حاجه يا كابتن جمال لميدو؟ عايز اخد رايك يا ميدو كده سريعا وانت احد الاعلاميين المميزين وزي ما انا قلت وانا بقدمك ان انت كنت صاحب الانفراد تحدث احد عن حق نادي الزمالك في الاعلام المصري وكان نادي الزمالك هو مش نادي مصري. لا عرض كل الناس وعرض اجندتهم وان في النهايه نادي الزمالك هيلعب والموضوع هيتقفل. ولكن قرار نادي الزمالك باكد قرار مجلس اداره نادي الزمالك بالاعتذار عن مباراه السوبر عرى ناس كتير جدا عراهم للاهلاويه قبل الزملكاويه والموضوع بقى واضح النهارده بقى في اجندات بتنفذ بالله يعني على الارض وده مش موجود في اي حته في العالم في اي حته في الدنيا. كل قناه ليها سياسه والطبيعي ان كل اعلامي وكل مقدم وكل ضيف بيقعد قدام الشاشه بيبقى في جزء ان هو بينفذ سياسه القناه اللي بيعمل بيها. ولكن ما حدث في قضيه كهربا كان في يعني كان في فكر كان في ان الناس بتتعامل اجندات خاصه وليس سياسه عامه. صحيح كان الناس بتتعامل باجندات خاصه ولكن يعني احنا مش عايزين نبص للصغائر. احنا قدامنا هدف واحد قدامنا اكثر من هدف حقيقي. الهدف الاولاني ان احنا ناخد حقوق نادي الزمالك عن طريق مجلس ادارته وعن طريق سياده الاستشاره مرتضى منصور. ده نمره واحد. نمره اثنين ان اللجنه الفنيه اللي موجوده في نادي الزمالك فيما يخص قطاع كره القدم هدفها الرئيسي ان هي يعني ترسم خارطه الطريق لمستقبل قطاع كره القدم داخل نادي الزمالك. وده بالفعل حدث. احنا كان عندنا اجتماع امبارح وقعدنا مع بعض واتكلمنا عن تطوير قطاع الناشئين واتكلمنا على الرخص التدريبيه اللي ان شاء الله هنوفرها للمدربين بتوعنا عن تطوير الملاعب تطوير البنيه التحتيه. كل ده احنا عاملين مشروع اللجنه الفنيه هتقدم مشروع لمجلس الاداره اللي اعتمده لتطوير قطاع كره القدم داخل النادي. الحاجه الاخيره ان انا للاسف في ناس بتحاول ان هي تقلل من الاسماء اللي موجوده داخل اللجنه الفنيه لكره القدم لنادي او لجنه الكره داخل نادي الزمالك. بقول لهم عيب الناس اللي موجوده والاسماء اللي موجوده كلهم اسماء كبيره طبعا. كلهم ناس مثلوا مصر وكلهم ناس فازوا ببطولات مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك وكلهم ناس اصحاب فكر عالي جدا. في ناس بتحاول ان هي تقول لك اصل فلان كان قاعد وفلان رئيس وفلان كذا. عيب الكلام ده. احنا كلنا ناس يعني بنعرف نحترم بعض. انا بعرف احترم الناس اللي اكبر مني والناس اللي اكبر مني بتعرف كويس قوي تحترم الناس اللي اصغر منها. وعيب ان الناس بتطلع صوره وتقول لك اصل فلان كان قاعد وفلان رئيس. النهارده الراجل امير مرتضى منصور ده راجل هو اللي كان ماسك قطاع الكوره ومشرف على قطاع الكوره في الاربع خمس سنين اللي فاتوا. فطبيعي النهارده ان هو راجل يبقى موجود بيشرح لنا وبيشرح للكباتن طب ايه الاخطاء اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت؟ المعوقات صح وايه المعوقات اللي قابلته وازاي ان احنا نقدر نتفادى المعوقات دي؟ فالنهارده ان الناس تتكلم على الاسماء الكبيره اللي موجوده دي بالشكل ده كلام ما يصحش وكلام عيب. عيب ليه؟ لان دايما في حاجه اسمها حق الزماله. حق الزماله وحق الشغلانه نفسها ليها اداه. ما ينفعش انا عمري في حياتي ما بطلع اتكلم على واحد كابتني او واحد حتى لو لعب للنادي المنافس احاول ان انا استهزأ بيه او ان انا اتكلم عليه بشكل سيء. ما ينفعش في كل مجال. وباكد اي حد بيتكلم او بيسيب او بيعمل اداب المهنه بيفضل طول عمره صغير. طول عمره بيفضل صغير. اللي بيحترم اداب المهنه باحترامه لزملائه هو ده اللي بيكبر في الشغلانه. صح. برافو عليك والله. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ميدو بيستهبل بيضحك على جماهير نادي الزمالك. بس انا اقول لكم بيضحك ليه على جماهير نادي الزمالك؟ ميدو كارت جديد للدوله لان مرتضى كارت اتحرق خلاص مش اتحرق ده اتفحم ومرتضى خرج عن الكنترول وعن السيطره. بيقول كلمات مش متفقين عليها زي الممثل لما بيبقى على المسرح ويخرج عن النص المخرج بيتضايق منه. لا ما تخرجش عن النص اتكلم في الكلام اللي انا كاتبه لك. ما تقولش اي دباجات من دماغك ولا اي حاجه من دماغك. لا قول لي الحاجه اللي مكتوبه في السيناريو.
مرتضى منصور عمل عكس كده مع المسؤولين في الفترة الأخيرة، ابتدى خبط في ده وده 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 ومش ساب حد في حاله، والقضاء والشرطة وإلى آخره. تمام تمام، فيجيبوا مين بديل منه أفضل منه أحسن منه ولسه صغير ويتشكل زي ما هم عايزين ويسمع اللي هم عايزينه. اكتب يا ميدو اطلع يعني هيج الدنيا على جماهير النادي الأهلي، حاضر. اطلع يا ميدو اتكلم على كده، حاضر. اطلع يا ميدو قول كذا، حاضر. هو ده اللي هم عايزينه، عايزين شخصيه قريبه من مرتضى منصور، وبرده واد شتمه لعنه ويسب الانتخيم ما يهمهوش، وبتاع كوبايه برده دماغه 100 100. يجيبوا مين؟ يجيبوا ميدو. ميدو الراجل بيعمل اللي هو عايزه، محدش بيقدر يقول له انت بتعمل ايه. فدي شخصيته مقاربه لمرتضى منصور. فمستقبلا، وافتكروا كلامي، احنا بنقول الكلام ده قبلها بفتره، انا ليا اكتر من 3 شهور بقول لكم ميدو بيجهز حاليا ليكون بديلا لمرتضى منصور في يوم من الايام، بعد يوم، بعد شهر، بعد شهر، بعد سنه. افتكر الكلام ده، انا بقوله لك في كل فيديو خاص بميدو، علشان لما تلاقي ميدو في يوم من الايام رئيسا للنادي نادي الزمالك تقول كان في واحد اسمه هاني الشرقاوي عنده قناه على اليوتيوب اسمها الاهلاويه على اليوتيوب، اول واحد قال الكلام ده واول واحد اصر على الراي ده. خليكم فاكرين الكلام اللي انا بقوله لكم، علشان الكلام ده هي يعني النهارده كام؟ النهارده 5/5/2023. افتكر التاريخ ده يا فندم، تاريخ مباراه النادي الاهلي مع بيراميدز. ان شاء الله النادي الاهلي يفوز النهارده، ولكن اللي انا بقوله لك ان ده تاريخ مهم، اللي انا بقول لك فيه ان مرتضى منصور اول ما يمشي من نادي الزمالك هيجيبه ميدو، هيتحط مكان في نادي الزمالك، ممكن السنه دي، ممكن السنه الجايه، ممكن بعد سنتين. المهم ميدو هتشوفه في يوم من الايام رئيسا لنادي الزمالك، علشان على هوا المسؤولين، وعشان عجينه بتتشكل زي ما هم عايزين، وهو بيقول ان هم عايزينه. فخلاصه الكلام، ميدو له مصالح في نادي الزمالك. اول حاجه ابنه كان محدش بيعبره، وكان يعني ولاعب على قده، لاعب في الناشئين يعني ملوش مكان يروح فيه، خدوه في نادي الزمالك. عشان تعرفوا بس، كان بيلعب في وادي دجله وفشل في وادي دجله، مشوه راح لنادي الزمالك. ونادي الزمالك يعني ايه؟ من ابناء العاملين، تبص تلاقي كل ابناء العاملين موجودين. تمام، هتقولي ما النادي الاهلي فيه كده، اقول لك لا، النادي الاهلي لازم يبقى فيه موهبه، لو ما فيش موهبه اللاعب مش هيكمل. عشان كده هو ما كملش في وادي دجله، مشوه، ما لو كويس كان استمر، ولكن هو مشي. فموضوع ابنه، موضوع المصالح بتتصالح، الوعود اللي واخدها من المسؤولين ان هو يتواجد في نادي الزمالك كرئيس مستقبلي الفترة القادمة. تاني حاجة ان هو موجود في اللجنة الفنية، وهو وامير اصحاب اختلفوا بس خلاص بقوا حلوين وحبايب، ولكن هو بيضحك على جماهير نادي الزمالك وحياة ربنا، لا في نشاط رياضي هيقف، ولا في عقوبات على اتحاد كورة، ولا في حاجة من دي كلها هتحصل. في فرق بين ان انا اروح اشتكي والجأ للقضاء في امور فنيه خاصه بالملعب، وفي فرق بين ده حاجه اداريه. عارفين يا جماعه لما السيستم اتقفل على نادي الزمالك وراح اشتكى، قال له حبيبي ده شأن داخلي، شأن داخلي، القضاء الاداري والامور الاداريه ده شأن داخلي، موظف اتعين، موظف اترفض، ده شأن داخلي وشأن اداري مش شأن فني. الشأن الفني هو التدخل في شؤون الكره بشخصها. فهمت عن ميدو؟ فميدو بصراحة بيقدم ضحك، وبيقدم ضحك هزلي، والمصيبة والكارثة في ناس مصدقاه وماشية وراه. حبيبي الزمالك كان مرعوب انه يتغلب من النادي الاهلي. مرتضى منصور لقي موضوع كهربا ده من السماء علشان يهرب، علشان كان واثق انه هيتغلب وهيتحط عليه، وجماهير الزمالك يعني هتهيج عليه اكتر، ولكن مرتضى بيجيد كل شيء يقلبه لنفسه. اول ما يتغلب يقولك ده السحر، ده ممدوح عباس عمل لنا سحر، ده القفل في الشبكه اللي حطه سيد عبد الحفيظ، ده التحكيم، ده اتحاد الكوره، ده الثلاث لعيبه اللي ما تأيدوش بتوعي، ده الحجز اللي على نادي الزمالك، ده ممدوح عباس وهاني العتال وعبد الله جورج، ده النادي الاهلي بيروح مش عارف لمين في شبراخيط علشان يعمل لنا اسحار واعمال، ده انا مش هتكلم، انا ساكت في فمي حياه، ده هم قالوا لي ان لو ما نزلتش شفطه القرن وما اعتذرتش للخطيب وما قصدتش الغرامة بتاعت كهرباء، احنا هنعمل فيك وفيك وفيك. لكن انا اسد، دخلت اسد وطلعت اسد، انا عملت وسويت. ومرتضى منصور استاذ في لي الحقائق، وادي ميدو بيمشي على نهج مرتضى، بس ادي دقني اهي، اذا ما كانش مركب الزمالك تغرق باللي فيها ابقى انا معرفش حاجة.
بتاع الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هيم الشراوي والسلام عليكم.